أكيد نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية وحروح لفقرة جديدة وضيف جديد. ودائما نحن منقول سينما دراما فن، ولكن محورنا لليوم هو السينما الأطفال. أكيد يعني رغم زحم الأعمال الفنية والسينما يعني إلا في أنه قلة بإنتاج المواد اللي بتساهم أو سينما الأطفال خلينا نقول اللي بتحاكي الأطفال، وكثير من الأخطاء الشائعة رشا اللي بيروحوا أنه لا الله هي سينما الأطفال هدفها بس إضحاك الأطفال أو المواد أو البرامج اللي بتتقدم لهم أنه تكون فيها مرح وضحك، إلا أنه هذا الشيء لا، بالعكس سينما الأطفال لازم تكون عندهم هموم الأطفال وقضايا يمكن بيحبوا يعبروا عنها من خلال هي السينما. أكيد ليلى، وخاصة بعد 2010 اليوم الواقع تغير، اليوم طفل قبل 2010 غير طفلنا لليوم، اليوم صحيح. صار عندهم مشاكل، صار في واقع جديد، صار في عندهم ذاكرة ممتلئة بالصور خلينا نقول العنف. اليوم كم طفل تشرد، كم طفل فقد عيلته، وكم طفل اليوم هو عم يتحمل مسؤولية اخواته الصغار، يعني كم طفل اليوم عم ينام بالجناين. اليوم هدول الهموم والمشاكل نحن ما فينا مثل ما بيقولوا نغرد خارج السرب، هدول الاطفال عندهم مشاكلهم وهمومهم، واليوم تمام. السينما مثل ما هي دورها ان توجه وتضوي على مشاكل المجتمع، كمان هي دورها أيضا توجه الضوء خلينا نقول على مشاكل الأطفال وهمومهم. وأهم شيء اليوم الطفل كيف واقعه وكيف خياله وكيف حلمه لبكرة. اليوم رح نضوي أكثر على هذا الموضوع، وضيفنا لليوم هو الكاتب والمخرج وليد أحمد درويش. يسعد صباحك أستاذ وليد، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نحكي يعني عن واقع السينما وخصوصا اللي بتتوجه للاطفال، مثل ما حكينا من شوي انه الظروف يعني غيرت الاطفال، يمكن كانوا قبل الاطفال اللعب المرح الشغلات المضحكه، فنفسيه الاطفال تغيرت، يمكن في لازم يكون في سينما انهم بحاجه لتعبر عن همومهم والقضايا اللي هنن. اهلا مرة ثانية، صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ المشاهدين. الفكرة هي سينما الأطفال، ما هي سينما جديدة تحديدا بسوريا، سينما قديمة جدا. لكن كما حكيت فترة الحرب اللي انفرضت على سوريا هي قطاع السينما كان أحد القطاعات اللي تضرر، مو بس يعني من القطاعات اللي تضررت. فبالتالي اليوم ربما صار في تقصير نوعا ما، ما عم بحكي بس عن قطاع السينما، بحكي حتى عن قطاع الدراما، تقصير بسبب هذه الحرب بموضوع انتاج افكار او افلام او مسلسلات تحاكي واقع وهموم وحياه الطفل. لكن خليني اقول لك، المؤسسه العامه للسينما هي كل سنه عندها فيلم او فيلمين، بعض الأوقات بكون أكثر، بحاكي قصص وحكايات الأطفال. ومن ناحية الطرح، خليني أقول لك، الطرح هو أما لتسليط الضوء على مشكلة معينة عند الطفل أو لعلاج هي المشكلة. هلا هو السينما نعم هي مرآة المجتمع، دائما الكل بيقول السينما مرآة المجتمع. فعلا اليوم يعني أنا خلال تجربتي الأخيرة، وهي أول تجربة مع الأطفال بصراحة كانت أجملها، يعني اليوم بساطة الطفل وبساطة الطرح اللي عند الطفل هو دائما بيكون أصدق من أي شيء. فما بالك اليوم الطفل هو ما عم يمثل، هو عم يعمل، عم يشتغل بعفيته. لكن عم أقول لك يعني من الأفضل أنه نحن حتى بقطاعات الدراما يكون عندنا حيز كثير كبير لهذا الطفل، لأنه كما قالت السينما الأطفال هي مو بس له لعب وضحك، لا، في أفكار، في فلسفة، في تربية، في توعوية هي موجودة ضمن السينما أو الدراما التي تتعلق بالطفل. طيب أستاذ وليد، وقت منقول أطفال اليوم نحن بحاجة للحذر، يعني اليوم الطفل ممكن نقول بمرحلة ما أنه هو الطفل، يعني أي مادة ممكن تتقدم له أنه سهلة، ولكن الطفل اليوم هو السهل الممتنع. يعني اليوم وقت اللي بيكون في نص مفروض يتوجه للطفل في أساسيات، اليوم كمخرج حضرتك وككاتب بتنتبه لها، خلينا نحكي على الأساسيات اللي مفروض تكون موجودة بأي نص بيتوجه للطفل. أولا اليوم
كتابة نص الطفل هو ما هو شيء سهل. أكيد. أنت عم تتعاملي مع شخص ذكي جدا. وخليني أقول لك الطفل من ال يعني بيتعامل بفطرته. الطفل وقت بيناقشك بيناقشك بصدق. ما بيعرف يعني يخزيف، ما بيعرف ينمق الكلمات تماماً. يعني فبالتالي بدك تروحي باتجاه انك تصيغي له نص يقدر يتقبله، مو بس المشاهد، انتبه حتى الطفل اللي عم يمثل هاي الحاله، لانه بتوصل مرحله معه بس يكبر اذا كان الماده اللي قدمها هذا الطفل الممثل مؤذيه فهي ممكن تاذيه نفسيا. صحيح. فلهيك اليوم التعامل مع الطفل بحذر في موضوع الكتابة، وصدقيني هو من أصعب أنواع الكتابة أنك تعملي شيء لطفل وتقدري تصدري كصورة. لهيك أنا أقول لك اليوم قبل ما تختاري الفكرة اللي بدك تحكي فيها بدك تختاري الكاتب الصح اللي قدران يتعامل بحكايته بحتوته بنصه مع هذا الطفل. فالنص دائما يبنى على قواعد، كان نص أطفال أو نص ثاني يعني، لكن نص الأطفال قواعده دائما بتكون فيها ضوابط. الهدف الرئيسي بأي نص للأطفال هو الفكرة، آلية علاجه للمشكلة. يعني إذا كنت عم مطرح قضية تهريج فبالتالي اليوم ما عاد في اسمه نص، لكن اليوم عم مطرح قضية تتعلق، لنفترض الفيلم الأخير اللي صورته كان تتعلق بعمالة الأطفال. أنا حتى لو ما رحت باتجاه أنه سلط الضوء على حل لهي المشكلة، لكن أنا رحت باتجاه أنه ذكر في حقوق الأطفال ما عم يقدروا ياخذوها. وقديش هي خطر يعني على الأطفال. هلا بنلاحظ الأطفال بيتوجهوا يعني بالظروف اللي عاشوا، وأكيد نحن لو ما شيء مثل ما بنقول إنه عندهم هموم ومشاكل، بس بنحاول إنه يكون في شيء تحفيزي قديش هذا مهم لإلهم، أو شوي يطلعوا من الحالة اللي هنون فيها. كتير صارت الأطفال تتأثر بالأعمال الدرامية اللي فيها، مثلا خلينا نقول مو ضروري بالضرورة عنا مثلا اللي فيها بتحكي عن واقع الحرب، عن العنف، قديش هذا الشيء بيأثر على نفسية الأطفال. صراحة عاشوا هذا الجو. عاشوا أغلب أبناء الحول بالذات تماماً. تماماً عاشوا هذا الجو 12 سنة يعني. هذا الجيل خليني أقول لك الشغل عليه من كافة النواحي. صدقيني السينما والدراما هي ناحية كتير مهمة وأساسية للطفل. واليوم أنت بتعرفي اليوم التلفزيون ما عاد هدف رئيسي عند الطفل. اليوم عم تحكي انت في عنده تاب، في عنده موبايل، هذا هي شغلات توفرها بايده. صحيح. اكيد الرقابه ضروريه للمشاهدات اللي عم يشوفها الطفل، لكن اليوم انت عم تتعاملي قلت لك مع مخلوق ذكي جدا. بيقدر يعيش تقلبات بحياته، بيقدر يعيش تقلبات بالفكره اللي بيحلم فيها او بيتخيلها. وانا بدي احكي لك شيء، يمكن انا عندي تجارب كثير ان كان بالسينما ان كان بالدراما كان بالمسرح، لكن هذا الفيلم كان اجمل تجربه لي لحد اليوم يعني، لانه تعاملت مع هذول الناس. طيب استاذ وليد، بعد فيلم تشيز وزمكان وطريق الحياه اليوم نقول لك مبروك فيلم براءه ابصر النور، واليوم العمليات الفنيه صارت جاهزه. بدايه اكيد بدنا نشوف البرومو او شيء البرومو حصري للاخباريه حصري. السوريه يعني حتى اليوم البوستر ما حدا عرضه، والبوستر اليوم حصري للاخباريه السوريه. اذا جاهز الكليب خلونا نشوفه ونرجع لنحكي بالفيلم واليوم الرساله منه. تفضلوا. تكون سارقة؟ أنت ساكن هون؟ لا أنا ساكن بعيد، بس بجي بشتغل هون. لو أنا أول مرة بشتغل بطلع مصاري. نحن منعيش كل يوم بيومه. لا كل ساعة بساعتها. ما منفكر بشي ولا منخطط لبكرة. كيف رح يكون بكرة؟ شو رح نعمل؟ ما منعرف. حتى حلم الواحد ما بيقدر يحلم.
أول شيء أكيد بدنا نشكرك أستاذ وليد كونه اليوم العرض حصري للأخبارية السورية ونتمنى لك النجاح ودائما هيك نواكبك بأعمالك. يعني اليوم في رسالة اليوم توجهت ضمن هذا الفيلم وفي انتقادات، يعني اليوم ما رح نعفيك من شيء سلبي، رح نروح إيجابي وسلبي. خلينا نروح أول شيء للرسالة الإيجابية. هلا اليوم كنت عم نحكي أنا من شوي على الموضوع، هو النص مو لي، النص للأستاذ شادي سلامي رزق. طبعا هو هون طبعا تحدي انك بالفتره الاخيره بتعرفي نقص الكتاب بالبلد، يعني صار المخرج هو يكتب الفكره والنص ويخرجها كمان ويصور فبالتالي اليوم التحدي انك تعملي، وهذا الطبيعي طبعا، انك تعملي نص مو لك وتطالعي بالصوره اللي الجميلة اللي انت متخيلتيها والكاتب متخيلة. هلا فيلم براءة هو بيحكي عن عمالة الأطفال. هون أنا ما كنت بصدد أني لاقي حلول لعمالة الأطفال، النص مو شغلته يلاقي حلول. يعني كأنك كنت حاسس أنا شو السلبية اللي كنت بدي انتقدك. الفيلم هون بيسلط الضوء على هي القضية اللي كترت خلال فترة الحرب على سوريا لعدة أسباب، يعني حرمان الطفل من حق التعليم، من حق اللعب، من حق الرفاهية. اليوم بالنهاية هذا الطفل له متطلبات وله حاجيات وله أساسيات. فأنا هون عم بحكي عن حلم عشت في عقل حمودة وحسون، هذا الطفل ممثل بارع جدا له تجربة قبل، له تجارب وحرفي لا أبعد الحدود. طبعا الأطفال الثلاثة كانوا مبدعين للأمانة، يعني حتى كانوا يجي يناقشوكي بتفاصيل فأنا أضحك. يعني إنه حلو لما بيكون في طفل عم تحكي عم تتعاملي مع محترفين، أنت ما أنك عم تتعاملي مع، ليش قلت لك إنه أذكياء كثير. فبالتالي اليوم الفكرة كانت للضوء على شيء معين، إنه هذا الطفل ما بقدر شوفه دائما موجود على الإدارة على الإشارة عفوا، لا بقدر شوفه دائما عم بيشتغل على صندوق بويا. هذا عنده له حق بالحياة فعلا، له حق بالتعليم، له حق شو ما كان السبب. ما بقدر اليوم حتى لو الأهل، بعض الأهل بتعرفي بعض الأهالي اليوم ما بيهمهم ابنه يتعلم، يعني بكل صراحة ما عندهم هي الثقافة فروح اشتغل. لا اليوم مو بكيفه، غلط هذا الشيء. انتبه القوانين السورية هي من أجمل أو أكثر القوانين متطورا في العالم، خاصة القانون الأخير اللي صدر بـ 2018 اللي بيحمي الطفل، بيعطي حق للطفل. فبالتالي هذا الفيلم هو حتى لاحظي أنا اختصرت البرومو على فكرة، فكرة الثلاثة والكلام اللي بيقولوه، ما حطيت مشاهد كثير من الفيلم، ونهايته يعني بتكون غير سعيدة. ليش نهايتها كلها أستاذ غير سعيدة؟ حتى الرواية كمان رح نرجع نحكي عليها بحلقات تانية كمان غير سعيدة، دائماً عم تروح للشيء السلبي. لا مو سلبي، لأقول لك شو، بالنهاية كل حدا فينا عنده حلم بالحياة. هذا الحدا بده يجي يوم من الأيام ويفيق من هذا الحلم حتى جوز يتحقق. أستاذ وليد اليوم لا مكتئب. لا 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 أبداً. شوفي الحلم شيء والهدف شيء. أنا وقت بروح باتجاه هدف فبروح لحقق هذا الهدف، والحلم نفس أما الشيء. لا وقت بحلم بشيء بحلم اني اصير امبراطور، رح اصير امبراطور اكيد. يعني لا بس أكيد في لا. شغلات يعني في احلام مرتبطه. تمام هون المستوى الطبقي، وهذا اللي بدي احكي عنه بالفيلم، المستوى الطبقي بين الطفلين، واحد من عائله طبقه مجتمعيه عاليه جدا والثاني لا هو فقير جدا ما عنده حقوق عم بيشتغل على صندوق بويا، تبادلوا الادوار في العمل ليجربوا كل فبالنهايه يعني من خلال علاج او معالجه الفكره بفيق من هذا الحلم. فهيك عم اقول لك النهايه مو سعيده، لا بس لانه فاق من الحلم قلت لك النهايه. شوقنا لحتى نشوف هذا الفيلم. هل كان في تعاون بين المؤسسه العامه للسينما ضمن الفيلم الروائي انتاج الفيلم طبعا الروائي؟ قال لك المؤسسه العامه للسينما يعني اليوم انا حكيت يمكن المره الماضيه بلقاء كمان على الاخباريه انه تستحق الدعم، انه هي الجهه الوحيده اليوم اللي ضاله بالبلد عم تشتغل سينما، هذا اولا، وهي الراعي للسينما اصلا بالبلد. اثنين هي الجهه الوحيده اللي بعدها عم تشغل المخرجين الشباب، ان كان الخريجين الجداد او اللي موجودين ما غادروا البلد ضمن الامكانيات طبعا.
الشغلة الثالثة إيه هذا مو أول تعاون يعني يعني أنا يمكن هذا التعاون الثالث أو الرابع مع المؤسسة العامة للسينما. غير هيك إنه هاي السنة في عدد أفلام قصيرة منيح إن شاء الله بيطلع من المؤسسة. قلت لك لكن اليوم ضمن الإمكانيات المحدودة نحن لليوم للأسف ما عم ناخذ قرار نعتبر السينما أولوية. هل اليوم لازم تكون أولوية؟ طبعا السينما والدراما أولوية طبيعي مثل الإعلام مثل أي شيء. يعني اليوم أنتوا بتدعمي كمان أنتوا يعني تحتاجوا لدعم كبير. اليوم أنت بتدعمي الإعلام أو بتدعمي أي قطاع من قطاعات الدولة. اليوم السينما وجهة المجتمع. اليوم أنا ليش لا أترك لغيري يروج عن بلدي أشياء ما أنا صحيحة؟ لا أنا المعني بالترويج عن هذا الشعب وهذا البلد وهي مفاصل البلد. ما بقدر أترك لغيري يعمل مسلسلات ويعمل أفلام يحكي اللي بده إياه. فخلال فترة الحرب هاي الست سبع سنوات الأخيرة يمكن قلة الدعم للمؤسسة العامة للسينما أو لقطاع السينما ولقطاع الدراما عطى ترك الساحة فاضية لناس خارج البلد قدرت تعمل أفلام ومسلسلات يعني تحاول تسيء قدر الإمكان تشوه الواقع وتشوه سمعة البلدين. طالما نحن محكومين بموضوع الإنتاج الخاص الخارجي يعني فنحن اليوم هيك صوتك إن شاء الله يوصل يعني ونرجع يعني ابن البلد وقت اللي بده يكتب نص أكيد بيعرف شو عم يكتب غير وقت الحدا بيكون خارج البلد وبيتخيل يعني أو بيروح لهدف آخر. يعني بعض الانتقادات توجهت لكتاب النص إن كان سينمائي أو درامي أو حتى المسرح يعني وحتى إعلاميا اليوم نحن بتوجه بعض الانتقادات أو كتير من الانتقادات إنه اليوم أنتوا بتروحوا لتصوير مشكلة ضمن العمل بغض النظر عن نوعه. يعني اوكي نحن اليوم نعرف مشاكلنا يعني اليوم انا ماني بحاجه اليوم للاستاذ وليد يعمل يكتب لي نص يحكي لي فيه عن عمات الاطفال ما انا عم شوفهم بالشارع. يعني اعلاميا بعرف انه نحن اليوم بحاجه كمان لحتى نضوي على هذا الموضوع. نحن مشاكلنا اليوم معروفين اليوم نحن بحاجه للحلول. بعض يعني الاساتذه مخرجين وكتاب قالوا انه اليوم مهمه الاعلام أو الدراما أو الفن أو السينما يوم ما أنا مهمت اليوم تجد حلول في اليوم جهات مختصة يعني فاليوم شو ردك على هاي يعني اليوم ما أنت عم تقدر تتخيل هذا النص اليوم الكاتب ما أنه قادر يتخيل حل ولو بوجهة نظره يعني لا أكيد لا. اليوم اللي قال أنه مو شغلتي لاقي حلول هو طبيعي. اليوم الإعلام كمان مو شغلته يلاقي حلول يعني اليوم بس أنت اليوم عم تقدم لي مشكلة أنا بعرفها يعني أنا ما نجديد عليه لا أنت بتعرفيها بس غيرك نسيانة للمشكلة غيرك ما نعرفان كمية أو أنت أو أنا ما بنعرف قديش هاي المشكلة تفاقمت فهي للتأكيد على هاي المشكلة ولتسليط الضوء عليها لحتى المؤسسات المعنية تتحرك ممكن نعمل شيء. أنا ما عم بحكي عن المؤسسات الداخلية لا حتى في مؤسسات أممية هي مسؤولة عن موضوع الأطفال تدعم هذا يعني ترعى هذا ترعى موضوع الأطفال. هلا اليوم مشكلة الإعلام بكل العالم ما بيطلع بيلاقي حل لأي مشكلة موجودة. الإعلام بيحكي عن أي المشكلة وفي مسؤول أو في مؤسسات هي مسؤولة عن إيجاد حلول. هلا اليوم أنا ماني عم هاجم أنا عم بنقل انتقاد من الشارع لقطاع الأعمال الفنية وحتى الإعلام يعني اليوم يعني الفكرة أنت الأساسية قبل ما نحكي بإيجاد حلول هل نحن عنا أعمال هادفة من 10 سنين وورا؟ هذا السؤال. نحن اشتغلنا شيء عمل هادف من 10 سنين لليوم؟ لا هي ما كان لاحظي أنت لا بالدراما يمكن عمل واحد انتجته وزارة الإعلام. طبعا هذا وجهة نظرك اليوم في وجهات نظر أخرى بتقول لا كان في عنا أعمال سورية كتير حلوة حلوة مو هادفة. في فرق بين الحلو والهادف. يعني اليوم بتذكر من 10 سنين لليوم انشغل عمل واحد انتاج وزاره الاعلام اللي هو يمكن لان اسمه لانها بلادي فقط. هذا العمل الوحيد اللي كان عم يحكي عن قضيه صارت عن الجيش العربي السوري او قصص حقيقيه حصلت خلال فتره الحرب على سوريا. باقي الاعمال شو هي كانت؟ كانت تشوه بصري بصراحه اغلب الاعمال كانت تشوه بصري بغض النظر حلوه ولا مو حلوه. الفكره ما كانت تناسب هذا المجتمع اللي صار له 12 سنه عم يتعرض لحرب يمكن ما في دوله على مر التاريخ تعرضت لها. بس يمكن الاعمال اللي صدرت خلال الفتره الماضيه كانت شوي بكير عليها اليوم ما كانت الرؤيه واضحه لحتى يتم تناول الموضوع بشكل خلينا نقول نظره اوسع. يعني اليوم يعني اي حدا اليوم بده يشوف الفيلم بده يقول مثلا انه اليوم انا الاعمال اللي انطرحت
طرحت دراما، طرحت سينما، طرحت مسرح، يعني اليوم شو الجديد اللي عم تقدمه؟ كل واحد بيطرحها بي بي بمنظوره بمخيلته بمنظوره. انا اليوم شوفي حضرت اعمال قبل ما اشتغل هذا الفيلم، حبيت اروح شوف مين اشتغل بسوريا عن عماله الاطفال. طبعا عماله الاطفال انشغلت، هي كانت مرت مرور عابر باحد الاعمال الدراميه، وسينمائيا ما انشغلت، يعني ما اخذت هداك الاهتمام. بس الفكره الاساسيه اليوم وقت بتحكي عن عماله الاطفال بشكل، او انت بتعيشي مع الطفل بعمل سينمائي بسيط بصورة بسيطة، يقدر الطفل، لأنه هذا مو موجه للكبير، يعني أنا ما عم أقول للكبير تعال احضر هذا الفيلم ما في غيرك، لا، الشخص الواعي قد ما رحتي باتجاه الفلسفة بالفكرة وبالصورة حيستوعبها تماما، هذا الطفل ما حيقدر يستوعب هاي الفلسفة. لا كثير مهم إنه نضوي على هاي القصص، إنه حتى الأطفال لما بيشوفوها بيعرفوا، يمكن اللي ما نون عايشين هاي الحالة مدى خطورتها، إنه يشوفوا يمكن الأطفال التانيين كيف عايشين تماماً. كيف أكيد الأطفال اللي عم يشتغلوا بهاي القصص يمكن ما عندهم وقت أو ما عندهم هيك شيء لحتى يحضروا أو يتابعوا تماما. فلهيك أنا رحت باتجاه البساطة بطرح الفكرة بالصورة المعالجة الدرامية اللي تمت للنص كانت جدا بسيطة، لأن اليوم في أطفال حتحضر هذا الفيلم، ما حتروح الحكاية، لأنه الحكاية أو الحدودة معنا محتاجة فلسفة كثير، عرفتي شو الفكرة؟ يعني على ننزل نحن ننزل للطفل تماما، ما مخيلة الطفل يعني. إيمت رح يكون العرض ووين؟ والله هلا هو من المفروض، هو خلص طبعا هو إنتاجات هي السنة، في هلا نظام مؤسساتي بالمؤسسة العامة للسينما، هي الأعمال اللي بتتصور هلا وتعرض في مبدئيا توقع في مهرجان اللي بتقيمه المؤسسة العامة للسينما، وبعدين طبعا هو بعدها بيعتبر من أفلام المهرجانات يعني إن شاء الله هيك مستقبلا نقدر نحقق فيه شيء يعني بالمهرجانات العربية إن شاء الله. ان شاء الله نشوفك مشاركات لحضرتك ضمن المهرجانات اليوم، هيك تتقبل الاراء اللي طرحناها ضمن الفقره، هي انتقادات شارع بالنهايه يعني. بنهايتك لقائنا في شيء حابب تقوله وحابب تضوي عليه قبل ما نودعك؟ لا، لكن انا اللي بدي اقوله هو فكره رئيسيه حكيتها خلال فتره اللقاء، هي فعلا يكون في دعم حقيقي لقطاع السينما أكثر من هيك. نحن في عنا طاقات إبداعية كبيرة بسوريا، عنا مخرجين، عنا كتاب، عنا ممثلين مبدعين في سوريا بيستحقوا أن يكون عندهم سينما حقيقية، وتكون السينما هي فعلا أولوية لدى كل مؤسسات الدولة إن شاء الله. نتمنى لك التوفيق والنجاح والمزيد من الأعمال يعني اللي بتسلط الضوء على الواقع. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ وليد لحضورك اليوم، نحن بنضم صوتنا لصوتك بدعم خلينا نقول الجهات المعنية بموضوع السينما، وأيضا اليوم القانون حق هذا الطفل أنه يكون محمي. اليوم للأسف عم نشوف عائلات شبكات عم تشغل أطفالها بموضوع تمام العمالة، وهذا الطفل من حقه اليوم يكون بالمدرسة، من حقه يكون عم يعيش بين أسرة، عم يعيش ضمن رفقات، ويكون اليوم الصحة النفسية عنده جيدة تمام. شكرا أستاذ وليد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نروح لأ